اسمه سوبرا كومبايلر. اكتب عليه اهم سؤال تحرير. اهم سؤال تحرير سوبرا كومبايلر. سوبرا كومبايلر ستراكشر يبقى الكسر فين يا جماعه؟ نمره اهو. الكسر فين؟ سوبرا كومبايلر. يتكسر ازاي؟ دايركت ان دايركت. دايما مع الاطفال. فيري رير دايركت بصراحه. ولو انت شاطر وذكي تقول يا جماعه كلافيكل بصراحه دايركت نادره. والنك برضه نادره. صح؟ والشاف ممكن. لان ممكن واحد بيضربنا وقام عامل له كده. ممكن واحد عايز يضربني بجد على ايديا قوم فارد ايديا وضربني هنا. او هنا، بص هون او هنا، لكن ما ضربنيش عند المفصل هنا. الشولدر ديسلوكيشن كان ليه قصص لوحده، فول فروم هاي وهندن بار والكلام اللي ده كله. النهارده عشان يتكسر ده اكتر ان يكون فولون او ستريتشد هاند. كلينيكال بيكتشر دايجنوزس الديفورميتي. بصوا. ادي العظمه المكسوره اهي. ده لاترال فيو. مين العظمه دي يا دكتور؟ دي الالنا. والعظمه دي اسمها ايه؟ اوليكرينون بروسيس. ده اسمه اوليكرينون يا جماعه اللي انا ماسكه ده اسمه ايه؟ اوليكرينون. اوليكرينون بروسيس. كويس قوي. والعظمه قدام حضرتك اهو. لما اتكسرت الناس تركز قوي. هي اتجهت لورا ولا لقدام زي ده؟ ايه رايكم؟ انا بشرح على الدستر. ده الدستر. ورا ولا قدام؟ دي ايه؟ اسمها اكستند تايب. امال دي مين؟ قدام. فليكس تايب. مين اكتر؟ 99% اكستند تايب. عشان كده الموضوع تقريبا خلاص اتحسن. ان النهارده لو حصل كسر سوبرا كوندايلر يا اكستندد يا فليكس. والله يا جماعه واحنا طلبه زيكم كنا بنذاكرها كده. يا ابني هي البزادات وخطه. وانت فورمتي احنا مش هنحاسبك امباكت. احنا اخرها ايه؟ اخرها لو جالك النك خلاص قول له ابواب. ولو قال الشاف قول له ابواب. ولو قال سوبرا كوندايلر قول له اكستندد وفليكس. يبقى انا عايز ايه؟ اهم كومبليكيشن. لو قال لي كلافيكيل اختار له المليونين. ولو قال لي شولدر ديسلوكيشن اقول له ريكارنت. والباقي كورسبوندي تاخد الضرر. والله يا جماعه السوبرا سباينيشا تقدر تكتب كورسبوندي لكن ما تقدرش تكتب على ريكارنت حاجه. لازم. واجي للنيك اقول له السيركمفليكت والاكزيلري. واجي للشاف اقول له ريجال نير. واجي للسوبرا كومبايلر اقول له المايزايتد اوستيفيكانز والفولكامنت كونتراكشن. واجي للكولز اقول له السودوكس اتروفي. يبقى انا بضرب له يا جماعه بضرب هي دي وانا لا مؤاخذه ده اخر في السؤال. انا مش عايز ال 10 درجات. انا عايز 9. انا شاكر قوي. عايز تحاسبك حاسبك وعيش عيش اخطف في العظم. مش محتاج قوي كده. عشان كده بقول لكم يا جماعه الورقه اللي كنتوا عامليها كده لزمايلكم عملوها وكانت هايله جدا. اكستندد فليكسد بس في نقطه لما اكستندد قال لك العظمه سلايتلي اب يعني ده يعتبر فوق شويه سلايتلي اب. طبعا الناس لو شايفه الفيلم هنا تلاقي العظمه اهي اكستندد اند سلايتلي ايه؟ اب. وهنا فليكسد اند سلايتلي اب. عشان كده بيحصل شورتنج سنه كده في الارم. تقريبا انا كتبت ايه ديفورمتي كلينيكال بيكتشر اند ديفورمتي. في ديفرنشال دايجنوز هنفوته بعد اذنكم. كومبليكيشن مايزايتس اكتب جنبها اوعى تنسى. مايزايتس مصري نظري. فولكامنز اسكيميك كونتراكشن نظري. علشان كده يا جماعه كان يجي يقول لك ايه؟ ديسكاس كومبليكيشنز اوف سوبرا كوندايلر فراكشر. بس هنا يا جماعه بيساوي اشرح لي الكومبليكيشنز اللي انت تعرفها من هناك لانك لازم تشرح مايزايتس وفولكامنز يا جماعه. سوبرا كوندايلر فاكرينهم ولا لا؟ الجوينت ستيفنس والنيرف كل الاعصاب بتقطع لان النهارده انت بتلعب في منطقه حساسه جدا. ده انا الزون الريديال من ورا والزون الميديال والانر برضو جايين من ورا عشان يدخلوا على الارم من قدام. يعني دخول عصبين الانر والميديال قدام والريديال ورا كل دول كان لهم علاقه بمين؟ بالسوبرا كوندايلر. طارت الاعصاب الثلاثه بس السبيسيفيك قوي يا جماعه الفولكامنت كونتراكشن تكلموا عنه والمايزايتس. شفت الكلام حلو ازاي؟ اتفضل. ايه وانا مالي مليار؟ ده سؤال نيرف. يعني هقول لك ايه سؤال ايه سخته؟ ده عندك بول كمان ما شاء الله صفحه ونص ومايزايتس تكمل لك الصف ده بس كتابهم كفايه. لا يا دكتور كفايه قوي قوي. الكلام ده لينا احنا. يعني انا في البوست جابوا لي ايه سؤال البوست ده بتاعي سؤال طويل قوي. قالوا كلمنا على فراكشرز اراوند البو. عارف يعني ايه فراكشرز اراوند البو؟
يا نهار ابيض، الليب ديسلوكيشن، وعندك سوبرا كوندايلر، وعندك الكولن، وعندك الابر ريديوس اللي احنا المفترض مذاكرين اللي هو الريديوس. يعني اذا فاهم انت مش ساتسفايد بالسؤال لاخره. وبعد ما تكتب له نيرف انجلس تروح تشرح له الكاركترستيك وكل نيرف وازاي تعالجه. يعني ما بص انت راجل كبير يعني. طيب البون ديفورميتي بيحصل مشكله كبيره قوي يا جماعه عند ناس. المشكله دي اسمها كيوبيتاس فيرس اند فالجاس. حضراتكم تسمعوا عن حاجه اسمها كارينج انجل. ايه الكارينج انجل دي؟ ايه؟ لما كنت احط ايدي كده لو الاثنين دول باري لبعض دراعاتي فوق عمرهم ما يبقوا باري لبعض. لان دي زاويه من الميد لاين ده لزاويه للميد لاين ده. الزاويه دي يا جماعه اسمها الكارينج انجل. اللي بيحصل ان الكسر هنا والكسر اكستندد فليكسد. لما اجي اعمل له الريبير سهل جدا العظمه زي ما هي تيجي بره سنه او جوه سنه. فساعتها تلاقي العيال مثلا لو ايده دي كده تلاقي الثانيه حاطه كده شويه. كده الكارينج انجل باظ او جايه كده شويه. لو لبره فالجاس. ولو لجوه فيروس. وعند الالبو يعني كيوبيتاس. يبقى ايه يا جماعه الانومال اللي بتحصل؟ كيوبيتاس فالجاس او كيوبيتاس فيروس. والله يا جماعه والله العظم لطيف وسهل محدش يزهق. الكلام معقول. كيوبيتاس فالجاس او فيروس. والعيان عنده المايزايتس والفولكمان. ايه اللاين اوف تريتمنت؟ نعالج ازاي سوبرا كوندايلر؟ فالجاس بره فيروس جوه. فاكر يا نزيه الكيوبيتاس لما كيوبيتاس دي حلقت فالجاس كان صباعه ايه؟ اللي فين؟ على الاربع صوابع. يبقى بره ولا جوه؟ لما صباعك كبير على الاربع صوابع يبقى بره ولا جوه؟ ولا جوه؟ يبقى بره. يبقى فالجاس هي بره فيروس جوه. يلا يا جماعه نرجع الكسر. تراكشن كاونتر تراكشن. تراكشن كاونتر تراكشن اللي يعني قدامك موجود وحضرتك ماسك البيشن وتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ يقول لك علشان تقدر تركز في انك ترجع الكسر مكانه كل المطلوب لو اكستندد هجيبه فليكسد. يعني هي دي خارجه لبره هجيبها قدام. راجعه قدام اجيبها ورا. بس عشان تفاسيليتيت الريدكشن يمط انك تبقى فاتح الارم كله. كده اسهل. كده اسهل ان اخد العظمه من هنا بايديا بكف ايدي كده واشدها او اني ازقها. وهو اكستندد رجع الديفورميشن. خلاص؟ طبعا تراكشن كاونتر تراكشن يعني في زميلك ايه؟ ورا شادد وانا هنا شادد. الشد يا جماعه بتتعبنا، كنا بنشد كده قلت لكم الموضوع ده، عشان كده نشد واحنا فاردين دراعنا قوي كده. ونبدا ايه؟ نظبط على كده. المهم وانت بتعدل اتعدلت الحمد لله تعمل ايه بقى؟ يقول لك قبل ما ترجع شوف ريديال بالس. ايه علاقته؟ انا خايف يا عم اكون البريك اللي ضغط عليه وبول كمان. ريديال بالس الحمد لله شغال. يقول لك اعمل 90 درجه فليكشن. اهو. شوف ريديال بالس. الحمد لله شغال. ابدا اعمل تثبيت. جبت لا مش جبس. اصلك لو عملت جبس انت هتضغط على البريكيال ارتري صح؟ نعمل جبيره. يبقى كم مره سمعنا جبيره؟ مرتين. الجبيره الثانيه تتعمل ازاي؟ احنا قلنا بقى الجبيره تتلف ازاي؟ بس هعملها اباف البو بوستيريور سلاب. يعني الجبيره تتعمل كده شبر اثنين ثلاثه ونص. ثلاث وربع يعني ما انت لو فارق صوابعك والحد الصباع اللي في النص لان هو اطولهم انت عندك اهو ونص. عسل تقوم حضرتك جايب الجيت بيعمل بقى اسليبه اياها. رايح جاي رايح جاي ثلاثه ونص مظبطها في الميه مغطسها منشفها فاردها تبدا تيجي هنا حط القطن بتاعك وتبدا حضرتك تجيب السلابه كده وتحطها كده زي ايدي كده يا جماعه. وانت مثبتها كده تبدا تجيب بعد كده رباط ضاغط وتلف حوالين ايده ايده ايده. هنا جيت هنا جبت هنا لا هنا لا. يبقى انا عملت سلابه قبل ما تمشي رحت شايف الريديال بالز لقيته ابسل. والله ما بهزر افك كل حاجه كل حاجه كل حاجه يا طبعا. طب افرض لقيته بوزيتيف وروح بيتهم بقى ابسل. لا السوبرا كونتاينر الكسر الوحيد اللي ما روحوش بيتهم هوسبيتاليزيشن. واكتب للبنت ملاحظه اتفضل شكرا واكتب للبنت على التذكره ملاحظه الراديال بالس كل ربع ساعه ربع ساعه عشان لما تعملها كل نص ساعه يبقى كويس. ليه؟ خايف من البول كمان يا جماعه مش هزار. ارفع ايده لفوق على حامل محاليل زي كده مرفوع على حامل محاليل. بص المنظر زي الطفل ده اهو اهو يا جماعه شايف ايده مرفوعه زي على حامل محاليل كده الطفل ده. بص حسه شبه نزيه وهو صغير.
اهو رافع ايده كده حامل محاليل. ليه؟ اقلل قديمه اقدر اطاله. يا راجل ده من كتر ما انا خايف يا جماعه يحصل الفولكمان ديفورميتي بعض الدكاتره غيروا الاراء تماما. على ايه؟ قال لك يا ريت ما تعملش 90 درجه، اعمل بوستيريور سلاب ان اكستنشن، ايده كده مفروده. بس صعب قوي انك تمشي واحد ايده تفضل كده على 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 مدار ثلاث اسابيع، صح؟ مساء الخير. مساء الخير. اصل انا يتيم ليا اب واحد وام واحده. مساء الخير. وبناء عليه يا جماعه يقول لك لما تيجي تعمل كده ده مش كده. يا نهار. وبيني وبينك بنخليها 90 درجة. طب ليه حبوا يعملوها ان اكستنشن؟ قال لك عشان محفوظتين. أول نقطة يتجنبوا الفولكمانز يحصل، وتاني نقطة علشان يشك الكيوبيتاس بلجس وفيرس ما تحصلش. يعني تبقى قدام عينه. أنا ممكن يا جماعة أعملها 90 درجة وألاقي البلس مظبوط، بس هي كلها ديفييتد شوية. شفت الأمور فيها حتة شوية إزاي؟ عشان كده تقرا التريتمنت، تلاقي التريتمنت كله الموال بتاعه كده. القلبه مشطوب كله.